اسمي علي الغربي، عمري 19 سنة من تونس، طالب مانجمنت. اسمي أسامة الأخطر، عمري 18 سنة، طالب أو من المغرب، طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة القنيطرة. اسمي ميس خضر من الأردن، أنا من عمان، عمري 22 عام وأدرس هندسة صناعية. أنا إنصاف مرزوقي من تونس، عمري 23 سنة، نقرأ هندسة إعلامية في تونس. اسمي نهال الدهماني من دولة ليبيا، عمري 19 سنة، أدرس في بجامعة طرابلس كلية الحقوق. أنا المعتصم بالله الأسطى من ليبيا. أنا براء الزيدي من تونس، مديرة قسم التوعية والبرامج التدريبية بمبادرة مناظرة. My name is Dalia Izzet. I'm from Egypt and I'm the Chief Operating Officer of the Munathara Initiative. Munathara is an international organization, a registered nonprofit with offices in Washington, D.C. and Tunisia. The Munathara debate cycle starts with an online competition, or what we call the Munathara Musabaka. The Musabaka publishes the debate motion on our social media channels and on our website, and then we have an open call for participants, whether on their own to submit their own video or through our workshops. They enter a voting mechanism on the website where people can vote for their favorite videos in terms of content, argumentation, presentation of the argument. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما حدث في العراق منذ 10 أعوام، حافزا للمنظمات الإرهابية في الوطن العربي. Topics have to be pan-Arab, so they have to matter to each and every country in the Middle East. نحن الآن في مرحلة نهائية لمسابقة راب أفضل العالم العربي. هذه المسابقة التي وصل لنهائياتها 6 فائزين. دور قسم التوعية والبرامج التدريبية هو رفع الوعي وتشجيع الشباب على الاندماج في هذا الفضاء العام الذي يضمن لهم مشاركة آمنة ويفتح لهم مساحة عادلة ديمقراطية للتعبير عن آرائهم مهما كانت قناعاتهم السياسية الاجتماعية الإيديولوجية أو الثقافية. على مستوى أرض الواقع فهيلاري أسوأ بكثير من كلاينتون. قلت أنه سيمنع المسلمين من دخول دولة أمريكا. المسلمون والمسيحيون والأفارقة مجموعة، لأنه لا يحكم بمفرد. ترشح ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية باش يرجع بالنفع للعالم العربي، مش لسياسته تجاه العالم العربي بل لسياسته اللي تنجم تقول auto destroy، يعني باش تدمر الولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل تنجم تطلع على العالم العربي. ترامب ليس الأفضل للوطن العربي، وهذا ما جئت به من ليبيا لأعارضه. لا أعتبره الأفضل للعالم العربي لأنه تصريحاته واضحة وصريحة. قال إني ضد العرب، أوكي هو ضد العرب، يعني لو يصبح رئيس بشي تعمل معه معاملة سيئة. هذا نفس على منهجهم، لكن حاجة زايدة فيه إنه مصرح، إنه واضح إنه راني أنا عندي مشكلة مع العرب. ترامب لا اقتصاديا لا امنيا لا حتى فكريا انطلاقا من عنصريته تجاه العالم العربي والافعال التي تنجم عن هذه العنصريه لا يمكن ان يكون بالنسبه لي افضل العالم العربي. العديد من الناس والوسائل الاعلاميه عاده ما تستعمل المغالطات المنطقيه. نحن نقدم للمشاركين الوسائل المنطقيه التي تمكن عقولهم من حمايتهم من هذه المغالطات. بعد تجربتي مع مناظر تعلمت انه افكاري ممكن تكون نسبيه حتى اذا كانت صح. عدة مهارات اكتسبناها، سواء من مهارات الإلقاء، من القدرة على أنه إحنا نوصل فكرة إحنا نآمن فيها، كيف نبني الحجج. المناظرة هي بوابة دولية نحو كل ما يمكن من شأنه أن يعزز طريقي نحو الهدف الكبير الذي طبعا يتعلق بالدبلوماسية الدولية. فهذه البوابة الدولية فعلا تفتح أمامي اليوم فرصا كبيرة. ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيؤثر بشكل إيجابي على هذه المواضيع. دعونا نبتدئ بتنظيم داعش. بعد الانتهاء من ورشة تدريبية ليومين، اختيار الاثنين اللذان سيشاركان في العرض المباشر جنبا إلى جنب
مع اثنين من قادة الرأي حول موضوع ترامب أفضل للعالم العربي. أسامة نيهان من ليبيا، مبروك نيهان. Finding an Arab opinion leader for the motion Trump is better for the Arab world was quite challenging. When we finally found the guest, he pulled out right after the second presidential debate between Hillary Clinton and Donald Trump and actually switched camps. But luckily, and then after a lot of stress, we found Mr. Mazen. Trump هو يبدأ في حملة إصلاح وطنية. هي ليس حملة جمهورية أو ديمقراطية، وإنما حملة ضد الفساد. وأنا كثير ناس تعرفني بالعراق إنه أنا شايل حملة وعندي حملة ضد الفساد. فنفس الحملة ضد الفساد في بغداد أو في أربيل هي نفس الحملة ضد الفساد في واشنطن. بالتأكيد ترامب ليس هو الخيار. اليوم نحن عم نحكي بالربيع العربي، زمن الحريات والحقوق. فلما شخص يدخل في السباق الرئاسي ويتحدث بعنصرية عن الأقليات، يتحدث بعنصرية عن النساء، أنا لست أمريكية، لكن بالتأكيد إذا كان لدي الحق في التصويت لن أصوت إلى ترامب. Our team is quite international, specifically the production team. So it's interesting to watch this dynamic because sometimes I feel like Munathara is a moving circus. We take our team from country to country and establish those long-standing relationships with local vendors. It's quite exciting. Mickey Simon. Yes, am I. اهلا بكم حيثما كنتم، كل التحية والامتنان تذهب لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا الأعزاء هنا في الاستوديو. حينما أحلل سياسات ترامب تجاه العالم العربي أجد أنها لا تحمل قيمة مضافة أبدا، بل وتجر ويلات الأزمات علينا كوطن عربي. ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيوضح الواجهة السيئة للولايات المتحدة الأمريكية. هو يرى في كل مسلم متطرف، ويرى في كل عربي قاتل، ويرى في كل امرأة رغبة. في علاقة بالنفط، تصريحات ترامب معروفة هنا، كيف يجرؤ مرشح أن يقول بقرة حلوب عن دولة نفطية مثل أو يجب أن تدفع لنا، وإذا حان حلبها لابد أن نحليبها؟ الولايات المتحدة تحمي كثير من البلدان، الأسطول الأمريكي يجوب في الخليج ويجوب في البحار، إذا كان هناك تعدي على المملكة العربية السعودية من إيران ستقف الولايات المتحدة لتحمي السعودية. عند تحدثها عن طريق الحوار سياسة عدم التدخل، بقاء الأسد يعني بقاء القتل والدم، ليس بداعم لنظام الأسد. العرض المباشر عبارة عن فرصة وعن تجربة ممتعة جدا وتجربة فيها تحدي كبير جدا. شكرا لطيبي متابعتكم حيثما كنتم، دمتم بخير، شكرا على التفضل بالمشاهدة، إلى اللقاء. ليس رأيي هو الصحيح وليس رأيك هو الصحيح، وإنما تفاعل آراؤنا للتوصل إلى الرأي اللي هو أفضل إلينا جميعا. إلهام هؤلاء الشباب، دعوتهم فعلا للاندماج في قضايا الشأن العام. مبادرة مناظرة استفدت منها في كيفية طرح المواضيع السياسية. In Istanbul, we're very fortunate to have our extended network with the Syrian refugee community, whether from workshop trainers or actual volunteers who come and help us during the live debate show. The participants were just amazing. We're looking at youth between 18 and 21, all with fascinating stories, very impressive track record at this very young age, so articulate, so eloquent, studious. It was just wonderful watching them flourish from the المسابقة video. For someone like Osama, for example, you see like, you know, the curve of a rising star, and it's only just the beginning. I mean, this is just a platform to augment his voice and help him reach one of his goals. I can't wait to see what he does next.